بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أحييكم في هذا الشهر الكريم وفي تلك الليلة المباركة بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا جميعا في مصر الوحدة، وأن يلهمنا جميعا في مصر علاقة الله وحده، وأن يلهمنا جميعا في مصر عمارة هذه الأرض الطيبة، وأن يلهمنا جميعا تزكية النفس حتى نبدأ غدا جديدا أكثر إشراقا. إلا بمشروع مشترك نبني فيه هذه البلاد في التعليم وفي البحث العلمي وفي الصحة وفي التكافل الاجتماعي وفي مناحي الحياة. نريد أن نضع أيدينا سوية لبناء مصر الجديدة. ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. كن لنا ولا تكن علينا، فارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. ألف بين قلوبنا واجعلنا على قلب واحد في الدنيا وفي الآخرة. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الأزهر الذي يحمل الراية دائما، والذي يصحح المسار. وبعد أن استمعنا إلى كلمة فضيلة الدكتور نصر فريد واصل وفضيلة الدكتور علي جمعة، نستمع إلى كلمة ممثل الكنيسة ممثلا عن الأنبا بسنتي الأستاذ كمال عريان، فليتفضل. الأصالة عن نفسي بالنيابة عن نيابة